وليد، جامي سقسيت روحك واش وصلك هنا؟ علاش راك في هذه الحالة؟ تقدر تحكي لي؟ على دال هذه لازم ما تخليش الناس تقول لك شكون انت، ما دامك انت تعرف روحك، صحابك يعرفوك ويأمنوا بك بلي تقدر دير. يا اخي خباش يا اخي، دي حكايتك وراه معاها، دي جري هم تخايل علينا، راه دير كاش فيديو ولا شوش تخايل علينا ثاني. ياسر، مازال مع التعليقات السلبية تاعك، على الأقل دير خدمة كيما تاعو ورينا الإبداعات، ولا الإبداعات راح تفتح في فلك دايرها. هدوء، والد وليدي كمل، هذا هو ما أعداء النجاح. اسمع، غير خطك من الجهه تبالي تاعك بيسكا كبير هكذا. يا اخو ما فهمتش علاش مازال ما ضربتوش. صح يا اخو، فاتوا لي ميت بزاف يا اخو. ما فهمتش علاش دايما انا. يا اخي خباش، دي حكايتك وراه معاها. اسمع، غير خطك من الجهه بيسكا كبير هكذا. واش راك دير؟ علاش انا؟ علاش ما نقدرش نكون كيما هما؟ كل انسان في هذا العالم عنده طاقة ايجابية، راهي مكبوتة داخله يا وليد، لازم تخرجها وتفرغها وتوري لهم واش يكون وليد. يا وليد، كيفاش درنا الفيديو يا اخي؟ اش كيتش نزيد ندير يا اخي؟ هذا ماشي دومين تاعي. في الدومين تاعك علاش خو ضحكني؟ سيري يا والله اخو كمل فيها راك هاي في وفقك ان شاء الله اخو. والله اخو كمل فيها راك هاي في وفقك ان شاء الله اخو. علاش ما تخلوش الناس دير واش تحب؟ علاش ما تحبوش انسان ديفيرون؟ علاش دائما حاصلين في القوقعه تاعكم واللي يخرج منها ماشي مليح؟ كل واحد فينا يا وليد لازم يخدم باش يخلي بصمه في المجتمع وما يتبعش كلام الناس، فارضاء الناس غايه لا تدرك.
هكذا وليد، قولي دوكا كيفاش راك تحس؟